بكل مميزاتها الجاذبة وإمكاناتها الاستثمارية المتنوعة، حضرت إمارة الشارقة في إيطاليا لتكثيف تبادل المنفعة التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. التفاصيل مع مفدنا مجدي عنبر. في مدينة ميلانو عاصمة المال والأعمال الإيطالية، انطلق منتدى الأعمال بين الشارقة وإيطاليا الذي استعرض خلاله سعادة أحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، والسيد محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة، المنظم للحدث. الإمكانات والمقومات والفرص الضخمة التي تتيحها الإمارة في مختلف القطاعات، فضلا عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. فيما حضر المنتدى سعادة ناصر الخاجة القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في إيطاليا، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في إيطاليا. إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول في التجارة الغير نفطية في دول الاتحاد الأوروبي، والمؤتمر هذا فرصة طبعا لتعزيز خلينا نقول التواجد الإيطالي في الإمارات. وإذا بنتكلم عن إمارة الشارقة بالتحديد، اليوم تتواجد ما يقارب فوق 500 شركة إيطالية في الشارقة، فكذلك المؤتمر بيعزز هذا التواجد. المنتدى أبرز الميزات الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة، كونها تعد وجهة صناعية أولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من الموانئ الجوية والبحرية والطرق السريعة التي تسهل حركة التصدير وإعادة التصدير لكل ما يتم إنتاجه في الإمارة، ما يجعلها بوابة صناعية مفتوحة على أسواق العالم. نركز اليوم في هذا المنتدى على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الإيطالية في مختلف القطاعات في إمارة الشارقة. نركز اليوم بالأخص على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، كون إيطاليا والشركات الإيطالية تتميز في هذه المجالات. وأثرت فعاليات المنتدى أيضا جلسة حوارية مطولة رد فيها ممثلو هيئة شروق ومكتب استثمر في الشارقة على أسئلة واستفسارات رجال الأعمال ممن يتطلعون للاستثمار في الإمارة. الشارقة اليوم هي المركز المثالي لكل رجال الأعمال الإيطاليين لتصدير منتجاتهم، ليس فقط لتلبية احتياجات دولة الإمارات، وإنما لكل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. يذكر أن إمارة الشارقة تحتضن أكثر من 575 شركة إيطالية بما فيها العاملة في المناطق الحرة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 673 مليون درهم العام الماضي. المنتدى أكد أن إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية بصفة عامة تتمتع بإمكانات هائلة على كافة الأصعدة تجعلها مركزاً واعداً لجذب الاستثمارات من إيطاليا والعالم. من مدينة ميلانو، مجدي عنبر لتلفزيون الشارقة.